أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العلي العظيم. عظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا بقية الله، بالمصاب الأعظم بجدك الحسين وجعلك الله سبحانه وتعالى الطالب بثاره. فاجعة ملأت الدنيا، وهي فاجعة سوف تملأ الآخرة. شطر كبير من يوم القيامة مخصص لهذه الفاجعة. الكثير، وأعني كلمة الكثير، الكثير في يوم القيامة يطالبون، يشتكون إلى الله عز وجل، وفي مقدمتهم الصديقة الكبرى صلوات الله عليها. في يوم القيامة تشتكي إلى الله، وإذا أتت بنت النبي لربها تشكو ولا تخفى عليه خافية. تشكو من ماذا؟ رب انتقم ممن أبادوا عترتي، كانت إبادة. ومن ماذا أيضا؟ وسبوا على عجف النياق بناتي. والله يغضب للبتول
بدون أن تشكو، فكيف إذا أتته شاكية؟ ولقد يعز على رسول الله أن تسبى بناه، تسبى نساه إلى يزيد الطاغية الغيور، هو رسول الله. على من؟ على بناته. ماذا صنع بهؤلاء النسوة؟ سبين إلى من؟ ذهب بهن إلى يزيد. يزيد الذي ما عرف التاريخ فاسقا منه، يزيد الذي لا يعرف شيئا من الغيرة. بنات رسول الله سبين إلى يزيد. ولقد يعز على رسول الله أن تسبى نساه إلى يزيد الطاغية، ويرى حسينا وهو قرة عينه، ورجاله لم تبق منهم باقية، ويرى ديار أمية معمورة وديار أهل البيت منهم خالية. أبني أمية، هل دريت بقبح ما دبرت؟ أم تدرين غير مبالية؟ أو ما كفاك قتال أحمد سابقا حتى عدوت على بنيه ثانية؟ تالله إنك يا يزيد قتلته، يعني قتلت رسول الله، تالله إنك يا يزيد قتلته سرا بقتلك للحسين علانية، بل قتل رسول الله جهرا وليس سرا. قتل الحسين هو قتل رسول الله. ترقى منابر، أنت يا يزيد تصعد على هذه المنابر، هذه المنابر من شيدها؟ ترقى منابر قومت أعوادها بضباء أبيه لا أبيك معاوية. هذه المنابر شيدت بيد من؟ بسيف من؟ بسيف أبي الحسين. ولكن أوصلت جهود الظلمة الطغاة الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت، أوصلت الأمور إلى أن يصعد يزيد على المنابر، يزيد بن معاوية. المنابر التي شيدت بيد أمير المؤمنين، من معاوية ومن أمير المؤمنين؟ معاوية صاحبه عمرو بن العاص يقول فأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي؟ هذا صاحبه هكذا يقول. في إحصائيات فاجعة الطاف يقال أن هناك 9 من شهداء كربلاء استشهدوا وأمهاتهم ينظرن إليهم، من هؤلاء 9 6 من بني هاشم وبالتحديد
من نسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وثلاثة من الآخرين، الستة الذين هم من نسل أمير المؤمنين، اثنان من أولاد الإمام الحسن، اثنان من أولاد الإمام سيد الشهداء، اثنان من أسباط الإمام أمير المؤمنين، يعني من أبناء بناته. أما اللذان من أولاد الإمام الحسن فالقاسم ابن الحسن وأمه رملة استشهد وأمه تنظر إليه عندما سقط من فرسه، والثاني هو عبد الله ابن الحسن الذي كان له من العمر 10 سنوات، لعله لم يكن أصلا قد رأى أباه الإمام الحسن، لعله كان جنينا عندما استشهد الإمام الحسن. الإمام الحسين بالنسبة إليه كان عما وكان أبا له. عندما خرج الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إلى الميدان بنفسه، النساء خرجن من الخباء والأطفال والبنات يراقبن الإمام سيد الشهداء، يسمعون صوته. الإمام سيد الشهداء بين فترة وأخرى كان يكبر فيسمعون صوته ويعلمون أنه لا زال يقاتل، إلى أن انقطع صوت الإمام. عبد الله ابن الحسن خرج فر من أيدي النسوة وذهب، فرأى شخصا يريد أن ينزل السيف على عمه سيد الشهداء، فألقى بنفسه على صدر عمه وقتل على صدر عمه. عندما خرج عبد الله بن الحسن وأمه شليل رأته عندما دخل إلى الميدان. وأما اللذان من أولاد الإمام الحسين فهما علي الأكبر وأمه ليلى، وعبد الله الرضيع أو علي الأصغر وأمه الرباب. في استشهادهما أيضا الأم كانت تنظر إلى ولدها. وأما اللذان من أسباط أمير المؤمنين فعون ابن عبد الله بن جعفر وأمه السيدة العقيلة زينب الكبرى، عندما خر من جواده كانت العقيلة زينب تنظر إليه. والثاني هو عبد الله ابن مسلم ابن عقيل وأمه رقية بنت أمير المؤمنين. هؤلاء الستة من نسل أمير المؤمنين وثلاثة من الآخرين، تسعة استشهدوا وأمهاتهم ينظرن إليهم. أنا أقول هناك عاشر أيضا عندما استشهد كانت أمه تنظر إليه، وهو الإمام سيد الشهداء وأمه فاطمة الزهراء. عندما قتل وعندما استشهد فاطمة الزهراء كانت تنظر إليه. وكم الفارق كبير بين هذه الأم وبين تلك، وبين هذا الشهيد وبين أولئك، وكم الفارق كبير بين هذه الطريقة للقتل وبين بقية الطرق. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ما سمح للأعداء أن يصنعوا بأهل بيته وبأصحابه من الشهداء ما صنع به أي شخص من أصحاب سيد الشهداء. كان يسقط فورا
كانوا ينجونه ولو جسمه، ينجونه من أيدي الأعداء. سيد الشهداء ما سمح أن يصنع بأصحابه بأهل بيته ما صنع به، فالذي صنع بسيد الشهداء كان شيء آخر. الكلمات التي وردت في الرواية الشريفة تكشف شيئا مرعبا مذهلا. أنقل لكم كلمة في رواية شريفة، ولولا أننا على أبواب عاشوراء هذه الكلمة كان من الصعب علي أن أذكرها أصلا. في الحديث الصحيح، صحيحة الريان بن شبيب، هذه الرواية الصحيحة المشهورة، يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن جده سيد الشهداء، لاحظوا الإمام إمام الكلام يستخدم كلمتين مختلفتين في استشهاد سيد الشهداء، يستخدم كلمة وفي استشهاد الأصحاب يستخدم كلمة ثانية. هذا فيه دقة وفيه ألم. يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن سيد الشهداء، يقول: ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيه، أو في بعض النسخ شبيهون. الكلمة التي يستخدمها لقتل أصحاب الإمام الحسين كلمة القتل، يقول: وقتل معه. أي واحد من أصحاب سيد الشهداء ما ذبح؟ صحيح أنه بعد استشهادهم الرؤوس الشريفة قطعت، ولكن ما ذبح أحد منهم، قتل. والإمام يقول عن جده سيد الشهداء ما قال قتل. وحسيناه وحسيناه وحسينا فلا نسيت حسينا. المعزى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحديث الشريف يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: يعز على رسول الله مصرعهم، ولو كان في الدنيا يومئذ حيا لكان هو المعزى بهم. المعزى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. المعزى هم أهل البيت، هم الأئمة الطاهرون. المعزات هي أمه فاطمة الزهراء التي لا زالت تندبه وتبكيه، وفي الروايات الشريفة تشهق فلا تهدأ حتى يأتيها رسول الله فيصبرها ويسكنها. المعزى هو صاحب الأمر، أرواح العالمين له الفداء، الذي يندبه صباحا ومساء ويبكيه بدل الدموع دما. أين الطالب هذا اليوم؟ قرأتم في دعاء الندبة: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ بل في الأحاديث الشريفة أن الذي يطلب بدم الحسين عليه الصلاة والسلام هو الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يطلب بدمه عن طريق ولد الحسين وابن الحسين
صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء في الحديث الصحيح في صحيحة ابن وهب: ذاك دم عند سيد الشهداء، ذاك دم يطلب الله به، يطلب الله تعالى به. في الزيارات العديدة تقرؤون: السلام عليك يا ثار الله، دم يطلب به الله سبحانه وتعالى. من هنا يكشف جانب من جوانب أدائكم أنتم المؤمنون للشعائر الحسينية، بكاؤكم على سيد الشهداء هذا تكريم لكم. إخواني، من المكروهات الشرعية أن الشخص يظهر بمظهر المصيبة في عزاء غيره، هذا شيء مكروه. شخص توفي عنده أهل، أهله يظهرون بمظهر المصيبة، هذا شيء محبوب. أما أن يظهر شخص آخر بمظهر المصيبة في عزاء الغير، هذا شيء مبغوض مكروه شرعا. ولكن في مصيبة سيد الشهداء، المصاب هو رسول الله، صاحب المصيبة هو رسول الله، هو صاحب الأمر، ولكن الله كرمك أنت المؤمن أن جعلك تظهر بمظهر المصيبة، يعني أنك صاحب المصيبة، هذا تكريم للمؤمن. من المستحبات أن الإنسان في مصيبة سيد الشهداء بصورة عامة، في يوم عاشوراء بصورة خاصة، يظهر بمظهر العزاء. بعض الأمور ذكرت في الروايات الشريفة: الإنسان يكشف عن ذراعيه، الإنسان يحل أزراره، يمشي الإنسان حافيا، يمشي حاسر الرأس. عموما في الحديث الصحيح في صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: كهيئة أصحاب المصائب، تكون هيئة الإنسان بصورة خاصة في يوم عاشوراء، البعض شهر محرم وصفر يظهرون بمظهر العزاء، ولكن في خصوص يوم عاشوراء مستحب أن الإنسان تكون هيئته وهيئة أصحاب المصائب، هذا تكريم للمؤمن، يعني أيها المؤمن أنت صاحب المصيبة، هذا تعظيم للمؤمن، هذا توقير للمؤمن. المؤمن الذي يظهر في يوم عاشوراء حاسر الرأس حافي القدمين بمظهر أصحاب المصائب، هذا مؤمن كرمه الله سبحانه وتعالى، جعلك صاحب المصيبة. وبالفعل كل مؤمن إنه هو صاحب المصيبة، مصيبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مصيبة كل مؤمن، بل هي أعظم مصائب المؤمنين، لا توجد مصيبة للإنسان المؤمن يتعامل معها كما يتعامل مع مصيبة سيد الشهداء. المصائب الإنسان يتعامل معها، يتألم لها يوما يومين ثلاثة سنة سنتين تنتهي، ولكن المؤمن لا يمل من إقامة العزاء على سيد الشهداء، شيء في فطرته. عظم الله أجوركم بمصابكم، وعظم الله أجورنا جميعا بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثاره تحت راية ولده الطالب بدمه، ولي دمه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولي الدم هو صاحب الأمر. وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الطالبين بثار الحسين مع وليه وفي خدمة وليه الإمام المهدي من آل محمد.
اللهم بدم الحسين عجل فرج ولي دم الحسين. اللهم بمظلومية الحسين انتقم بالحجة من قتلة الحسين. اللهم انتقم ممن رضي بقتل الحسين. اللهم انتقم ممن خالف الحسين. اللهم اجعلنا من خيرة خدام الحسين ومن خيرة خدام ولي الحسين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.